عسكري دكر يحميك يا يا عجلة باشا. انت بتعمل ايه هنا يا هلا؟ يا بنت كنت بطمن عليك يا بنت، وحشتيني، قلت اجي ازورك واظبطك. بعدين كان نفسي اشوفك كده بقميص نوم. هي المدام صفايفه يا باشا؟ صفايفه ها؟ بس الهدوم ما جاتش على مقاسك. حيات امك يا ابن الكلب منعتك. ان معلقتك انت وعيلتك كلها ما بقاش انا سيف الحديدي. طب ليه كده يا باشا؟ ده انا حتى ضيف عندك، يعني حد يعمل مع الضيف كده؟ ها؟ ده انا ضيف عندك يا باشا، قلة أدب مش عايز. ها؟ بلاش قلة أدب. اهدى بقى يا عمك. الكلام ده تعمله هناك. قول لي يا باشا، إيه إحساسك؟ مبسوط؟ مبسوط بالشويتين دول كده؟ أنت إيدك نعمة كده ليه يا لا؟ يا صبرا كانت بتردعك صناعي ولا إيه؟ صبرا، فكرتني بصبرا. أخبارها إيه؟ أنت أمك اسمها إيه؟ بعينك. على فكرة ممكن أضغط عليك وأعرف اسم أمك. انسى. والله ممكن، بس أنا مش واطي زيك، لأن أمك ملهاش ذنب. ما هي لو تعرف إن الخلفة دي هتبقى وسخة كده أكيد ما كانتش خلفتك ولا اتجوزت أساسا، صح؟ يا أمك منعتك يا آدم. يا دي أنت بقى يا ماشي يا ابن المرتشي. ماشي ماشي ماشي. إيه رأيك؟ قلت تهدى بقى. بس أنا زعلان منك يا خيبت ظني، طلعت ما بتعذبش كويس، يعني هفق. أنا بقى النهارده هاجي أعلمك حاجة جديدة. تضحك؟ أنا أضحكك دلوقتي على الآخر. نفسي أشوف آخرك يا ابن صبرة. ابن صبرة ده هيقلبك مرة حالا. أنت بتعمل إيه يالا؟ إيه رأيك؟ بتعمل إيه؟ بص كده. ركز بقى معايا. هقتلك يا ابن صبرة وحياة أمك منعتك. السلك ده يا باشا المفروض دلوقتي. تعالى كده نجرب من هنا. نحطه فين؟ خلاص 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 يا بابا، خلاص خلاص يا بابا. ها على كيف كيفك صح؟ مش حاسس بحاجة. طب حس بقى. مبسوط؟ 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 حياة أمك أخليك تبوس رجلي في يوم من الأيام. بتبعت تجيب صحابك معاك هنا؟ تبعت رجالة أحسن. بيني وبينك يا باشا أنا شايف إن أنا بعمل ده تسالي. نخش بقى تقيل، إيه رأيك؟ وأنا موافق. هدواك شوية تقيل. أرجوك شوية تقيل. يا ريت ترضى. يلا يا شاطر. يلا. حلو حلو صح؟ كمان مرة. حاضر. حياة أمك منعتك. يلا استحمى بقى. ها عشان تأخرنا على الفصل. يلا. ها مبسوط؟ مبسوط يلا؟ مبسوط؟ مبسوط؟ اللي أقول لي يا باشا صحيح، تفرق لو كنت جبت فوطة خضرة من صفرة من زرقاء؟ تفرقش كلها؟ تفرق في الرجولة. في الرجولة، الله ينور عليك. اتنفس بقى يا عم الراجل. ها؟ فين الرجولة يا؟ فين الرجولة؟ هتعرفها في يوم من الأيام يا ابن صبرا. حياة أمك منعتك. اهدى شوية. اهدى كده، أنت حلو أموت. اهدى اهدى، صحتك.
اهدى يا بابا، اهدى يا حبيبي، اهدى يا بابا، اهدى شويه، اهدى يا بابا. تعالى بقى نتكلم كده راجل لمرة. اللي اقول لي يا باشا، ليه القانون بتاعكوا ده ما بيمشيش غير على الضعيف؟ بلاش دي، بلاش. ليه لما امشي في الشارع مثلا وقابل واحد من امثالك يسالني عن بطاقتي يقول لي شغال يالا؟ طب ليه يالا؟ ليه يالا؟ انتوا بيعلموكوا يا باشا الاحداث، ولا انتوا مثلا بيبقى عندكم عقده وانتوا صغيرين نقص بتطلعوا على خلق الله لما تكبروا؟ ايه هتيجي زي الفار ولا ايه؟ لا هنأجل بقى الموتى، نخليها وقت تاني. ها صحيح يا باشا، نسيت اقول لك حاجه، كنت قايل لي لو شفت الشارع اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هتدفع على وشك صح؟ يا امك انا هقتلك يا ادم عبد الحي. يبقى اقفل الشباك كويس يا هفا. سامعني يا ادم عبد الحي تاني يا بيه؟ وحياة امك ما لعبتك. ادم بريء، دليل براءته كان بين ايديا. ولما هو بريء مسكتوه ليه؟ معرفش، السؤال ده كان محيرني وما كنتش عارف اجابته. لما قدمت لهم دليل براءته شككوا فيه ورفضوه، بس لما عرفت الاجابه اخدت قراري. وايه هو قرارك؟ هربته. هشام انت واعي للكلام اللي انت بتقوله ده؟ يمكن اكون خنت شرف مهنتي وهربت متهم، بس ده لاني انسان قبل ما اكون ظابط. حتى الظابط مهمته تحقيق الأمن والعدل، عشان كده أنا مش ندمان. أنا لأول مرة قدرت أستند ثقتي بنفسي، عملت الصح وسط كل الظلم والقهر والغلط اللي كان حواليا. ضيعت نفسك يا هشام. بالعكس، اللي كده لحقتها قبل ما تضيع مني. تفتكر إن هما هيسيبوك؟ ما فكرتش في الموضوع ده، مش عارف ممكن ينتهي لإيه، بس كل اللي أنا عارفه كويس إني ارتحت، شلت حمل كبيرة قوي من على صدري. حتى لو هيقطعوني المهم إن أنا عملت الصح.